مساء الخير واهلا بحضراتكم وحلقه جديده. الحلقه دي يا جماعه مهمه جدا جدا، شيروها بقى علشان تعرفوا الحقيقه فين. القس سامح موريس ليه قناه الفكر الحر اللي هو صاحبها باسم سام الملحد النصاب. المكالمه المفبركه اللي هو طلعها باسم سام على قناته، القس سامح موريس قال فيما معناه المكالمه دي فشنج وبالله واشرب ميتها. واخدين بالكم انتم؟ تعالوا نسمع القس سامح موريس قال ايه على صفحته الرسمية على الفيسبوك بالصوت والصورة. ضرب له الليلة من الاخر، القس سامح موريس ضرب له الليلة. باسم سام بيعمل حيل وبيعمل حاجات خبيثة علشان يوقع الناس في بعضها، لكن القس سامح موريس كان ذكي جدا وفهم الدنيا ماشية ازاي. والاخ رشيد صاحب باسم سام، هما الاثنين نفس التوجهات، هما الاثنين اصحاب اجندة، هما الاثنين نفس كل حاجة، هما الاثنين بيدافعوا عن اسرائيل باستماتة، هما اللي يعني انتوا فاهمين كل التوجهات، هما الاثنين زي بعض بالظبط. فالاخ رشيد بيستخدم باسم سام، واخدين بالكم، بيستخدم الملحد من تحت لتحت. تعالوا نشوف القس سامح موريس قال ايه على صفحته. أرجوكم، وبقول ده من على هذه المنبر وأمام الشاشات، أي حاجة تسمعها عني أو بصوتي أو بصوتي، ها؟ أي حاجة تسمعها عني أو بصوتي حتى لو بصوته، مش قايلها من منبر هذه الكنيسة أو من مواقع التواصل الاجتماعي بتاعي ما تصدقهاش ما تصدقهاش. ضرب لهم الليلة أولا تاني، حتى لو بصوتي، أي حاجة تسمعها إن سامح قال أو حتى بصوتي أو حتى بصوتي، أنا مولتاش من على هذا المنبر صح، أو مش مواقع التواصل الاجتماعي بتاعت الكنيسة أو بتاعتي، ما تصدقهاش ما تصدقهاش. مرة تانية من هذا المكان، أنا مش بهاجم حد، هو بيوضح بقى أنا ملياش أعداء من البشر. والناس اللي هجموني انا بحبهم وبسامحهم وبصلي لهم، بحبهم وبسامحهم وعايزين الوقت اللي جاي ده المؤمنين يصطفوا اصطفافا واحدا صح، من اجل انجيل يسوع المسيح، امين. تمام، ده كان هو كان كاتب للايضاح، ما تصدقش اي حاجه تتقال عني او حتى تسمعها بصوتي خارج صفحتي او صفحه الكنيسه. بنحلم وبنصلي للمؤمنين يصطفوا اصطفافا واحدا من اجل انجيل يسوع المسيح، القس سامح موريس. ده ايه؟ ضرب لهم الليله يا جماعه. هنفترض ان ده صوته، هنفترض جدلا ان هو كلم الملحد باسم سام، هنفترض ان ده صوته، هو طلع وضرب له الليله. لازم يوافق الاول يا جماعه على المكالمه دي، لازم يكون موافق. لو هو كان موافق استحالة كان يطلع يقول ده مش صوتي، وان الموضوع ده كله مفبرك والموضوع مترتب والموضوع والموضوع والموضوع. فهم بيلعبوا بقى لعبة ذكاء، هم بقى فاكرين ان هم هياخدوا حاجة غصب عنه، فهو ضرب لهم الليلة من الاخر. المكالمة اللي انت عملتها يا باسم سام دي فشنج وبالله واشرب ميتها. لازم صاحب الشأن يطلع بنفسه ويقول انا قلت كذا وكذا وكذا ويوافق على هذه المكالمة، لكن هو طلع ونفى وقال ما تصدقوش اي حاجة تتقال عني حتى لو بصوتي، يعني ضرب لك الليلة من الاخر. تعالوا بقى نعرف تاريخ باسم سام الملحد النصاب في الفبركات. ده انت ليك سوابق، يعني انت ليك سوابق قبل كده في الفبركات. تسريب صوتي للراهب اشعياء المقاري مفبركه، تسريب صوتي للانبا بكير، اتبلت عليه بتهمات جنسية، كل حاجتك فبركات. اخر واحد خالص ابونا بشوي ابراهيم لما فبركت له فيديو وركبت صوره على صوت وقلت اهو شوفوا بيعمل ايه، كل حاجتك فبركات، كل حاجتك فبركات. والانبا غاصم طلع ورد وقال مفيش الكلام ده خالص. فانت عايز ايه بقى؟ انت عايز توقع الدنيا في بعضها، انت عايز تعمل فتنه، انت عايز تعمل فتنه. واحنا بقى يعني احنا القس سامح موريس كلامه مقنع، الراجل قال يعني حتى لو بصوتي ما صدقهوش، يعني الراجل كلامه مقنع، لان هو لو كان موافق على هذه المكالمة او هو اصلا كلمك كان هيقول ايوه او ما اتكلمش خلاص، ما هو انت طلعت تصريحه خلاص مش هيتكلم.
لكن اعترض على هذا يبقى في حاجة مش مظبوطة حصلت وهو معترض عليها. في حاجة مش مظبوطة يا باسم يا سام وانت عارفها كويس حصلت. انتوا بتعملوا خداع للناس، بتسجلوا للناس من غير علمهم، يعني انتوا سوابق وانتم الحيل الشيطانية انتوا بتعملوها دي مش هتخيل علينا، مش هتخيل علينا. فالقس سامح موريس شابوه ليك بصراحة، ضرب لهم الليلة، فهم الناس دي بالظبط هي مين. تعالوا نشوف بقى الأخ رشيد اللي بيغني ظلموه بقاله يومين، عامل بسطات استعطاف للناس. أنا كنت في الشارع، أنا كنت بنام في الشارع، أنا كنت مش عارفة إيه، أنا كنت إيه. بلاش النغمة دي عشان مش واكلة معانا، بلاش النغمة دي عشان مش واكلة معانا. إحنا فاهمين كويس الأخ رشيد توجهاته إيه وأجندته إيه. الأخ رشيد صفحة إسرائيل بتتكلم بالعربي بتاخد من الأخ رشيد وتحط فيديوهاته عندها. تفهمين حاجة يا جماعة؟ الناس دي تبع إسرائيل. تعالوا نشوف من داخل صفحة بقى الأخ رشيد كان كاتب إيه بقى؟ القس سامح موريس قال بالحرف في مكالمة مسجلة له: مش عايزين رشيد يدافع عن المسيحيين. أو مش عايزينك تدافع عن المسيحيين، المشكلة عندك، إحنا مش عايزين يا سيدي. أسئلتي للقس سامح موريس: مع احترامي لحضرتك، مين وكلك ناطقا باسم المسيحيين كلهم؟ وإحنا كمان بنقولك يا أخ رشيد بنوكلك إنك تتكلم باسم المسيحيين برضو كلهم. يعني زي ما أنت بتقول للقس سامح موريس، إحنا كمان بنقولك زي ما أنت بتقول له مين وكلك إنك تتدافع عن المسيحيين كلهم. أنا كمان بقول للأخ رشيد أنا هو قبطية أرثوذكسية من مصر، مين بقى وكلك عشان تدافع عني؟ مش عايزه الاخ رشيد يدافع عني، اللي بيدافع عن الملحدين واللي بيدافع عن اسرائيل. انت لا تشرفني على الاطلاق انك تدافع عني. يبقى انت بتتحدث باسم المسيحيين كلهم حول العالم ازاي يعني؟ انت بتقول مين وكلك على القس سامح موريس ان هو يتحدث باسم المسيحيين، وانا بقول الاخ رشيد ايضا مين وكلك انك تتحدث باسم المسيحيين؟ انا هو بقول لك لا يشرفني انك تدافع عن المسيحيين. تعالوا نكمل يا جماعه. بيقول: أيهما أفضل، الدفاع عن المسيحيين أم الوقوف ضد الإسلاموفوبيا؟ بعدها ظهر القس سامح موريس يتبرأ من مكالمته المسجلة بصوته ليقول للناس: لا تصدقوا أي شيء تسمعوه ولو كان بصوتي. للأسف الشديد فقد القس سامح موريس مصداقيته، سمعت المكالمة بنفسي وصدقتها لأسباب كثيرة، فلماذا لا تمتلك الشجاعة لتقول بأنها مكالمتك فعلا وأنك أخطأت؟ لأنك كنت منفعلا. أيهما أسهل، الاعتذار أم محاولة الإنكار؟ صدق الكتاب حين قال: قبل الكسر الكبرياء وقبل السكوت تشامخ الروح. لا يا أخ رشيد، هو فهم اللعبة اللي اتعملت عليه وضرب لكم الليلة. أنت استعنت بواحد ملحد وكمان نصاب، أنت استعنت بواحد ملحد وكمان نصاب، فتعملت عملية خداع، فهو فهم الليلة وضرب لكم المكالمة الفشنج اللي أنتوا عملتوها دي. فهو لو عايز، هو حر، ما هو ملوش لسان يتكلم يعني؟ هو غلبان يعني يطلع بالصوت والصورة؟ هو هيخاف منك انت؟ هو هيخاف يواجهك؟ هو لو عايز يقولها حاجة هيقولها في وشك، لكن تعمله ممكن تسجله من ورا حد، ممكن تغيره في الكلام، ممكن تقطعه المكالمة، ممكن تستخدمه جملة معينة وتفصلوا بقية المكالمة عشان تخدم أغراضكم الخبيثة. فمعروف توجهاتكم ايه يا أخ رشيد؟ طلعت مع باسم سامي الملحد بتستشهد بواحد ملحد؟ ده انتعار على المسيحيين لما تتحد مع واحد ملحد ضد القس سامح موريس. انت بتدافع عن الملحدين وعن اسرائيل، انت لا تشرفنا على الاطلاق، انت كشفت توجهاتك خلاص. بيقول هنا ايه يا جماعة؟ هذا رابط المكالمة، فهل هذا صوته او شبه له؟ انا بس اقولك بس احنا مش بس برضه ما ننكرش على اساس ان الاخ رشيد بيدافع عن المسيحيين. مش عايزين ندافع عن المسيحيين، مش عايزين، هو بيدافع عن الارض عن اسرائيل مش عن الحيوان. يعني مش عارف هو بيدافع عن الحيوان، هو كرهته الاسلام خليته النهارده يدافع عن اسرائيل. ما يدافعش عن المسيحيين، لما دافع عن المسيحيين يمكن 21 اللي مضوا ويجيب سيرته واحد واحد ويهدد حياته الشخصيه. دي مناقشه موضوعيه مسيحية وكلب المسيح هاجموا بعضكم بعضا واشتموا بعضكم بعضا من العلويه، معقول يا جماعه؟ معقول يشتموا من العلويه بالمنظر ده؟ المره اللي فاتت عملوا انتهى سيستماتيك، انتهى سيستماتيك معناها يعني لو دخلت كان ليش راحت السجن، انت عايز انا
رشيد مش قصده كده خالص. يعني ايه اللي بيقول كده؟ انا النهارده بس قاعد في الاكل بتاعي، وانا هناك في المنصيه، لا يمكن تقول وانا هناك في المنصيه، لكن انت يعني انت ما كل الاحترام يا حضره القسيس وبرضه الاخ رشيد، ليه كل الاحترام؟ لا يا حضره، ما كانش احترام، ده تحكيم العمليه. انا شربت ياه القس سامح موريس قال جملة خطيرة جدا جدا جدا. الأخ رشيد علشان هو بيكره للإسلام راح عمل إيه؟ بيدافع عن إسرائيل. قال بدافع إن هو كراهيته للإسلام دفعته إن هو يدافع عن إسرائيل. وبعدين قال القس سامح موريس مش عايزين الأخ رشيد يدافع عن المسيحيين، وقال إن هو كان بيشتمه. بيشتموا يا جماعة، يعني انت لو عايز تنتقد يا اخ رشيد انتقد باسلوب محترم. ظهرت بقى النوايا يا جماعة، وظهر اسلوبه الميديا بقى والكاميرات والحاجات. شوفوا بقى ساعة الخلافات بقى بيبان الاصل، الاصل بقى بيبان ساعة الخلافات. الكلام ده بيفكرني باسلام البحيري مع يوسف زيدان، شوفوا لما اتخانقوا على الفضائيات كانوا عاملين ايه، شتايم بالجملة. فمثقفين مين ومتعلمين مين؟ فأخلاق القس سامح موريس قال أنا مش هرد على هذا، لأن هو استخدم أسلوب الشتايم وأنا مش هنزل لهذا المستوى ومش هرد عليه. فالقس سامح موريس متربي. لكن الأخ التاني بدأ بالهجوم بالشتايم، وده ضعف الحجة عنده، تحريض ضد القس سامح موريس بشكل مباشر. فالموضوع كان باين قوي يا جماعة، مين مع مين، فين بيعملوا إيه، مين مع مين. الأخ رشيد طلع مع باسم سامي الملحد والوقت، فعرفتوا بقى مين مع مين، مين مع مين بقى. عرفنا في الحلقة دي ان الأخ رشيد بيستعين بالملحدين عشان يدافعوا عنه. عشان يدافعوا عنه الأخ رشيد مع باسم سامي الملحد النصاب اللي احنا اكتشفنا ان هو نصاب مؤخرا. ومن الغريب يا جماعة، باسم سام بعد ما القس سامح موريس ضرب له الليلة طلع في حالة انهيار. لا ده هو صوتك، لا اهو سجل المكالمات، لا ده انت المفروض تعتذر للقناة، ده انا عندي 120 ألف متابع، حرام عليك، مش عارفة ايه، وكان هيعيط. طلع في حالة انهيار تام بعد ما القس سامح موريس كان عنده حكمة وكان عنده ذكاء وفهم اللعبة على طول، وضرب لهم الليلة من الآخر. انت كنت هتتاجروا بيه كمان، راح ضرب لهم الليلة. فطلع التاني بقى لازم تعتذر، ده صوتك، حرام عليك، ده صوتك، ده صوتك، هو اي حاجه وخلاص، ده انت تاريخك يعني ما شاء الله مشهور بالفبركات ومشهور بالاقتطاع المكالمات والحاجات دي كلها، يعني انت تاريخك ما شاء الله يعني ما برضو ما انت عملت نفس الحركه دي مع نبيل شرف الدين، مش انت برضو سجلت له من وراه وبعدين عملت نص جمله وقلت اهو تعمد 98 والبابا شنوده مش عارفه ايه، وده كان يعرف ده ولا كان يعرف ولا حد كان قال، وطلع بالصوت والصوره وقال بنفسه انا مسلم وهموت مسلم وما فيش الكلام ده وما حصلش والكلام ده، هو نفسه انكر. صاحب الشأن هيقضيك، هو انت يعني بالعافيه تخليه مسيحي؟ هو نفسه قال انا مش مسيحي، يبقى انت اللي دخلك في الموضوع. عرفتوا ان الناس دي بتفبرك؟ انا عارفه بالعقل، يعني انا دي 20 سنه، طب ساكت ليه؟ وانا كنت اقدر خلال 20 سنه دول مثلا اهاجر، اعيش بره، اعمل زي الناس اللي بتعمل دي، لكن ما حصلش ومش هيحصل. انا عشت في البلد دي، عايش في البلد دي، وهموت في البلد دي، وهدفن في البلد دي، وانا مسلم ابن مسلمين، واي كلام تاني كلام فارغ ولا يخصني، وما فيش حاجه اسمها 20 سنه، 20 سنه كنت قاعد بعمل ايه فيهم ال 20 سنه دول؟ يعني ان الكذب حرام، تاني حاجه ان في اصول مهنيه مرعيه لما يتعامل مع شخصيه صحفيه معروفه انه يتصل بيا ويستاذن، ده ما حصلش، انه يتصل بيا ويستطلع مني الحقيقه، لكن انه ياخد كلام سكرين شوتس ومش عارف ايه وقله الادب دي، ده كلام فيه تجاوزات ومدسوس عليا، واتبرأ منه تماما ومش هسيبهم، انا هقاضيهم في المحاكم الامريكيه واخد منهم تعويضات. وانا بلغت عنهم الفيسبوك، بلغت عنهم اليوتيوب، بلغت عنهم بالفعل، عملت بلاغات ان ده نوع من الفيك نيوز. قناه استضافت الاستاذ نبيل شرف الدين، وما عنديش مشاكل يعني عادي، ما كل واحد حر، لكن قيل
ان قناه الفكر الحر ما فيش مصداقيه ومهنيه وكلام غريب جدا جدا. هيعتذر ليك انت؟ يعني انت كنت عايز القس سامح موريس بتاريخه كله هيعتذر ليك انت؟ وواحد ملحد نصاب كمان؟ يعني فوق كده لنفسك، فوق لنفسك. 21 اغسطس الساعة 2:58 دقيقة، المكالمة صادرة 10 دقايق و38 ثانية، هي دي مدة المكالمة. ده القس سامح موريس، اخر ارقام ليه 41-47. اللي يعرف رقم تليفون القس سامح موريس هيعرف ان ده رقم، وهيعرف ان ده تليفونه، ومش اول مرة اكلم القسيس سامح موريس، لان قبل كده دعيته عشان حلقة وقال لي في الوقت ده انا مشغول، وعرض لي كمان اسم واحد تاني، وكنا هنتكلم في حكاية يعني حكاية اللاهوت والكلام ده كله. ده اللي انا عملته. فمن فضلك يا دكتور سامح موريس، انت مش بتكذبني انا بشكل شخصي، انت بتكذب قناة ليها 120,000 متابع. ما ينفعش ان انا اكذب عليهم، ما كذبتش عليهم قبل كده. انت بتطلع يعني تقول اللي انت عايزه في المنبر بتاعك، ما حدش بيحاسبك، ماليش علاقه بيه. اللي بتقوله صح غلط بتاعك، لكن انا هنا مسؤول ان انا ابين ان انا مش بكذب، وارد ادعاء حضرتك ان انت بتقول ما تصدقوش، وده مش انا، لا حضرتك ده انت، وده تليفونك، ودي المكالمه، يعني بالدليل. واتمنى من حضرتك بكل محبه تطلع تعتذر عن اللي انت قلته في حقي. ما ينفعش، مش في حق انا، في حق القناه اللي بيتابعها 120,000 واحد. اطلع اعتذر ليهم، لان انت كدبت عليهم ان انت تقول ده مش انا. ليه حضرتك مبسوط مين ده؟ فما كنتش اتمنى بصراحه ان يحصل كده. طيب تعالوا بقى مفاجاه من العيار التقيل قوي، بحب اهديها لقناه الفكر الحر. باسم سامي قال انه كان هيعمل مؤتمر في شهر 1 يناير، وكان هيدعي فيه الملحدين والاقباط. الموضوع الرئيسي للمؤتمر خطف القبطيات. طب انت مالك انت؟ ده واحد ملحد. مين بقى اللي وافق على هذا المؤتمر المشبوه؟ مين؟ الاخ رشيد. كل الاقباط المهجر رفضوا ان هم يطلعوا مع باسم سامي الملحد في هذا المؤتمر المشبوه، حتى لو كان اختطاف القبطيات، قالوا لا مش هنطلع معاه، مش عايزينه. تخيلوا، هو قال الاخ رشيد بس الوحيد اللي واقف معاه، فبيرد له الجميل بقى يا جماعه، يعني الراجل صاحبه قوي يا جماعه. فكانوا متخيلين ان هم هيوقعوا القس سامح موريس، لا ده ضرب لهم الليله، فهم على طول الشله دي تبع مين، انتوا فاهمين؟ ضرب لهم الليله. وانا بحيي القس سامح موريس ان هو كان ذكي في رده والحكمه بتاعته، وقال انا مش هوصل للمستوى الدنيء والمستوى الاخلاقي اللي هم وصلوا له، ان هو طلع يهاجمني بالشتايم، كان يطلع بيتكلم باسلوب محترم. ادخلوا بقى صفحة الأخ رشيد، نازل مناحة ونازل صعبانيات علشان يحرض ضد القس سامح موريس، ان هو بقى بيضطهده يا عيني، وان هو بقى هيوقف له البرنامج، وان هو مش عارفة ايه، وهو بقى اللي طلع المظلوم والضحية، وهو واحد ماسوني وواحد صهيوني وواحد كمان بيدافع عن إسرائيل. ادخلوا تويتر بتاعه ملغم ملغم كده. انا خلصت حلقة النهاردة، اكتبوا لي بقى في التعليقات شايفين الموضوع ده ازاي. تحياتي واشوفكم في حلقة جديدة، كان معاكم نيفين جيرجس. اتصلت بيه من فترة ودعيته المؤتمر على خطف القبطيات، قال لي ماشي انا معاه جاي. وللاسف يعني هو مغربي ودعيته المؤتمر عشان البنات القبطيات، والراجل متعاون جدا، انما المصريين الاقباط نفسهم لما دعيتهم كان بهدلة، كان بصراحة حاجة صعبة جدا. فانا الاخ رشيد على الصعيد الانساني رجل محترم جدا.